فري بحرين. شكرا لكل المتحدثين، شكر خاص إلى كل القنوات الإعلامية التي غطت هذه الوقفة التضامنية في الذكرى التاسعة لتفجر ثورة 14 من فبراير. وهذه الوقفة كما أكد المتحدثون أنها وقفة تضامنية مع شعبنا، وقفة وفاء ومعاهدة مع شهدائنا، وقفة دعم إلى كل المعتقلين، إلى كل الجرحى والمطاردين، وهي وقفة تؤكد أيضاً بأن الثورة التي استمرت صامدة ثابتة واقفة لتسع سنوات وهي تدخل عامها العاشر ستستمر حتى لو طال بها الأمد أكثر من 90 عاماً. ذلك لأن القضايا التي تفجرت بسببها الثورة هي قضايا عادلة، وأن حجم الجرائم التي ارتكبت بعد أن تفجرت الثورة جرائم يندى لها جبين الإنسانية. لا يمكن أن يتراجع شعب البحرين وهو قدم قافلة كبيرة من الشهداء، لا يمكن أن يتراجع شعب البحرين وقد عذب أبناؤه ولم يستثنى علماؤه ونساؤه وأطفاله من التعذيب في داخل الطوامير الخليفية. لا يمكن أن تتراجع هذه الثورة لأن الأرض تم استباحتها، ولأن البلد تم احتلاله، ولأن المساجد تم الاعتداء عليها وهدمها، ولأن الأعراض انتهكت، وبالتالي شعب البحرين يثور اليوم ليدافع عن دينه وعن عقيدته وعن وطنه وعن ترابه وعن تاريخه وعن مستقبله أيضا. وبالتالي هي أمانة حملها أبناء الثورة وسيواصل في حملها، ستواصل الأجيال تلو الأجيال إن طال بها الأمد، ولو أن النفوس مطمئنة بأن موعد النصر قريب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. Thank you to everyone who gave a speech. Thank you for the media who attend this conference and the protest. And we are going to continue to show the solidarity and support to our people in Bahrain. And we will never give up till we get our rights and freedom in Bahrain. Thank you.